السلام عليكم استاذ يونكو، معكم رايد في فيديو جديد. اليوم عندنا مراجعه مانجا ون بيس للفصل 942. مثل ما قلنا في التسريبات، الفصل كان درامي بحت، كان حزين الى اقصى درجه، واكيد كل من تابع الفصل منكم يعرف عن ماذا اتكلم حاليا وعن الحزن الذي طغى على هذا الفصل، او بشكل عام السوداويه التي ممكن تطغى على هذا الفصل والفصول القادمه من اركوانو، ونشوف اعمال اقذر واقذر بالنسبه لكايدو والشوغن، وكيف راح يتحرك لوفي وزورو من اجل ردعهم. لكن صراحه في هذه مراجعة لا أعرف عن ماذا أتكلم بالتحديد. هو الثيم العام لهذا الفصل هو موت ياسو، لكن موت ياسو فيه الكثير من الأشياء التي تشعبت عنه اللي ممكن نتكلم عليها. لا أريد طالع عليكم، راح ندخل مباشرة في التفاصيل. لكن قبل أن نبدأ في هذا الفيديو، أتمنى دعمكم الرهيب لهذا المقطع، لايك اشتراك نشر المقطع في كل مكان، 100,000 مشترك إن شاء الله نصل إليها قبل نهاية شهر رمضان. هذا هو التحدي القائم حاليا، لذلك خلونا نوصلها. من حاب أطول عليكم كثيرا، دعونا ندخل مباشرة في مراجعة هذا الفصل ونشوف ماذا يحمل لنا. عنوان هذا الفصل الدايميو اوف هاكوماي، الدايميو الخاص بمقاطعة او منطقة هاكوماي اللي هو شيموتسوكي ياسوي او ياسوي، لا اعرف كيف ينطق بالتحديد، لكن طيلة هذا الفيديو ساطلق عليه ياسو فقط حتى يكون الامر سهل وحتى نتكلم بسرعة، يعني ما راح اكلش في كل مرة اقول لكم ياسوي او ياسوي، ما اعرف ايش سالفة اودا مع هذا الاسم، لكن راح نقول له فقط ياسو. غلاف الفصل صراحة كل مكان طلب من عند الفانز لا يجذبني اليه، لا اعرف لماذا، لكن ما حسيت بانه فيه شيء مهم جدا، فراح نتخطاه حتى ندخل مباشرة في المهم. الفصل بدأ بفلاش باك بين ياسو وكذلك اللورد أودن. هذا الفلاش باك ما كان فيه شيء كبير جدا أي ممكن نحله، لكن أعطانا بأن هناك علاقة قوية جدا وعلاقة صلابة بين ياسو وكذلك أودن، وكانوا أصدقاء مقربين بشكل كبير جدا. في ذلك الوقت الشوغن كان أب أودن، هذا أمر نعرفه سابقا، لكن أودن كما نعرف طرده أبوه من هناك، لذلك أصبح الأمر غريب بأن يصبح هو الشوغن لأنه مطرود من البيت، وعلاقة الدم هناك تكاد تختفي لأنه ليس ذي علاقة بأبيه في الوقت الحالي، فالكل أراد فعليا أن يكون الشوغن هو ياسو ذات نفسه. وقتها كان عنده شعبية كبيرة جدا وكان محتمل أن يكون الشوغن، لكن ياسو رفض الأمر وقال بأنه أودن يجب أن يكون هو الشوغن. الفلاش باك كان حاب أودا يعطيك العلاقة فقط بين أودن وياسو، لم يكن يريد تفاصيل أكثر أو أقوى. لكن شيء ملاحظ بأنه أودن كان منذ صغره يحلم بالخروج إلى البحار، في نهاية تمكن من فعل ذلك، حقق حلمه، لكن للأسف حلمه أدى به إلى الموت. ظاهريا ممكن نقول بأن حلمه أدى به إلى الموت، لكن باطنيا او ما نعرفه نحن كقراء للقصه على عكس شعب وانو، بان اودن كان سيموت لانه الشوغن وكايدو هدفهم الاستيلاء على دوله وانو، اودن اكيد ان يقبل، لذلك سيموت في النهايه، لذلك اعطوا فقط الذريعه بانه خرج للبحار، لذلك قاموا بقتله. بعدها انتقلنا الى الحاضر، الى نجم هذا الفصل اللي هو بدون ادنى شك ياسو. ياسو في البدايه كشف بانه هو ليس ذا ويتشن اور بوي، وانما هو فقط مجرد لورد سابق، لا نقول مجرد لكنه على الاقل ليس ذا ويتشن اور بوي. في البدايه قلت لماذا، استغربت لماذا ياسو يقدم نفسه، ما هو الهدف من هذه التضحية، لماذا أصلا ياسو يموت، وبقيت أتساءل. لكن بعدها أودا أعطاني الإجابات بشكل متتالي، في كل مرة يعطيك إجابة وتشوف بأنه في كل مرة قاعد يعطيك إجابة مقنعة، لماذا ياسو يضحي بنفسه، لأن هناك هدف ما وراء كل هذا، ليس هدف واحد، هدفين، ثلاث أهداف، الكثير من الأشياء ضحى من أجلها ياسو في هذا الفصل. في البداية قال بأنه ليس ذا ويتشن أور بوي لكي يتم القبض عليه، لأنه إذا ذهب كشخص عادي سيقبضون عليه وسيقتلونه بشكل عادي، لكن لما تقول لهم بأن ذا ويتشن أور بوي وتزيدهم بانك ياسو الدايميو السابق لمنطقه هاكوماي، هذا حيحدث امباكت كبير جدا، وهذا ما اراده ياسو، اراد ان يجمع الكثير من الناس لكي يوضح افكار معينه لكي يحمي الحلفاء او يحمي اشخاص معينين، وهذا ما راح نتكلم عليه بعد قليل. وفي النهايه تمكن من فعل ما يريده وحصل على شعب كبير جدا يشاهده واراد قول ما بداخله، لكن بعدها الهدف الاول توضح بانه لما قال اكس دريك بانه هذه التضحيه الخاصه بياسو او اعدام ياسو اخذ كل التركيز الذي كان موضوع على جنازتكم وراسكي وقام باخذه، يعني حاليا ياسو ممكن هدفه هو التغطيه على جنازتكم وراسكي، جاء في نفس الوقت، لا اعرف اذا كان يخطط لهذا، لكن حرفيا كلام اكس دريك وتضحيه ياسو جاءوا في نفس الوقت لانه يقوم بالتغطيه على تلك الجنازه. هل فعليا هيوري هي كوموراسكي؟ والامر تاكد لانه سابقا قلت لكم بانه ياسو عنده علاقه بهيوري وقام بحمايه هيوري بعدما تم سجن كاواماتسو، وقام باعطاء ايضا ابنته اللي هي اوتوكو، قام باعطائها لهيوري، وليس اعطائها لا، قام بجعلها ترافق هيوري لكي تكون معها في امان، ويعرف بانها ابنه اللورد اودن. اذا كان الامر صحيح بان هيوري هي كوموراساكي، فاكيد هناك خدعه ما قام بفعلها كيوشيرو مع كوموراساكي اللي هي هيوري، وكيوشيرو اكيد هنا تتاكد فرضيه بانه في صف هيوري، لان يعني اذا كانت هيوري هي كوموراساكي وهيوري نجت وكوموراساكي ماتت بحيله معينه، فاكيد كيوشيرو مشارك في الحيله، وتضحيه ياسو هذه راح تغطي على تلك الجنازه، راح يقوموا بفعل جنازه معينه
معينه، التغطيه على جثثكم وراسكي او فعل اي شيء لكي لا يجذبوا الانتباه، والانتباه كله يتركز على ياسو. هذا ممكن واحد من الاهداف التي اراد ياسو ان يحققها بهذه التضحيه. لكن السؤال الذي نطرحه بعد ذلك، من هو ذا ويتشن اور بوي؟ ذا ويتشن اور بوي بقي احتمال واحد من يكون هو دانجيرو فقط لا اكثر. كاوماتسو ظهر، اشورا دوجي ظهر، عندك دانجيرو لم يظهر لحد الان. اذا اتضح بانه ليس ياسو، وهذا تاكدنا منه بانه دانجيرو ليس ياسو، فاحتمال كبير جدا بانه ذا ويتشن اور بوي الذي بقي هو نفسه دانجيرو. بعد شفنا قدوم سكان ايبيسو، شفنا قدوم اوتوكو مع زورو والبقيه الاشخاص الذين يهتمون فعليا بامر ياسو، عندها بدا ياسو في قول كلمات عظيمه جدا، وبدا في تكلم حول الشوغن. وصف الشوغن بالكثير من الاشياء، تكلم حول الكثير من المحاور. لن اعيد الكلام، لكن حنركز فقط على الاشياء الرئيسيه التي ذكرها ياسو. اول شيء بدا في استفزاز اوروتشي وتكلم حول اوروتشي. هذا ليس استفزاز، لانه في النهايه يقول فعليا حقيقه اوروتشي بانه جبان، بانه وغد، بانه حصل على كل تلك الاشياء وهو لا يستحقها، وكل الاوصاف تنطبق عليه. الشيء الثاني اللي فعليا اكد لي بانه تضحيه ياسو مهمه جدا جدا جدا، لانه سابقا اودا كل ما ضحى بشخصيه لازم يكون عنده دور عظيم جدا. اول شيء ضحى من اجله هو حمايه الحلفاء. بعدما تكلمنا حول موضوع حمايه كوموراساكي، الشيء الثاني هو حمايه الحلفاء. تكلم بعدها وقال بانه تلك الورقه الخاصه بالتحالف اللي تم كشف امرها عن طريق الشوغن واتباعه، صرح وقال بانه هو من قام بانشائها وانها مجرد نكته. في رايك لماذا قام بكل هذا؟ لانه في النهايه يعرف بان الحلفاء قد تم كشف امرهم، قد تم كشف موضوع الانقلاب على الشوغن اوروتشي، لذلك اراد حمايتهم فقال بانه هو من قام بانشائها، وانه كان مجرد شخص يعني عاجز لانه لم يستطع الوقوف في وجه اوروتشي. بعدما راى بان عشيره كوزوكي قد سقطت وانهارت ولم يتمكن من فعل اي شيء، وضع تلك الورقه من اجل نجمع بعض من الحلفاء، لكن في النهايه انتهى الامر بانه تم القبض على اشخاص ابرياء، وانها كانت مجرد نكته منها فقط لا اكثر ولا اقل، وليست عباره عن انقلاب ولا اي شيء على الاطلاق. هذا اول شيء، وهذا الامر مربوط كذلك بموضوع القبض على الحلفاء، لان الحلفاء لم يتكلموا في اي شيء، لم يكشفوا عن اي شيء، ودائما قالوا بانهم مجرد اشخاص يعني بريئين ولم يقوموا باي شيء ولم ينقلبوا على اوروتشي، وموضوع العلامه لا يدل على انهم منقلبون. وياسو فسر تلك العلامه وقال بانها مجرد علامه متوارثه منذ اجيال ومنذ مئات السنين، لذلك لا ترمز الى اي شيء. يعني ياسو هنا قام بحمايه الحلفاء، قام بجعلهم على الاقل يقومون بتحريرهم، ممكن يقومون بتحريرهم، وهنا ممكن الحلفاء يستفيدون بشكل كبير جدا. الخطه لم تنكشف، ممكن يغيروا الخطه، اكيد راح يغيروا الخطه. المهم بانه اعطاهم وقت حتى يقوموا بترتيب صفوفهم وحتى يقوموا بالهجوم مره اخرى، وقام بحمايتهم. الشيء الثالث المرتبط بهذا الامر هو موضوع جعل اوروتشي يظهر بمظهر الجبان، جعل اتباع اوروتشي يشكون فيه. هو اصلا سابقا اتباع اوروتشي مقربين دائما يضحكون عليه، يعتقدون بانه جبان لا يصلح لاي شيء، لكن هنا جعل الاشخاص البسيطين جدا في دوله وانو يشكون في اوروتشي وبانه جبان، وقام فقط بالقبض على ابرياء لانه كان مرعوب، كان خائف لا اكثر ولا اقل. وهذه نقطه عظيمه جدا 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 قام بها ياسو، يعني تضحيه ياسو جاءت بكثير من الاشياء، وهنا احترمت ياسو بشكل عظيم جدا. بعدها جاء اوروتشي وطلب منه الكلمات الاخيره، قال له قل كلماتك الاخيره سيقوم بقتلك. لكن عندها ياسو زاد عظمه اكثر واكثر، ودخل قلوبنا اكثر واكثر. تكلم بعدها حول الحلفاء وحول الحرب الاخيره، كانه يقول امنيتها الاخيره، يقول لهم يا جماعه قوموا بالانتصار، اهزموا كايدو الذي لم يتم هزيمته منذ 20 سنة، قوموا باسقاطه. صحيح بان لوفي ليس حاضر في هذا الموقف لكي يسمع الكلمات الاخيره، لكن حضور زورو لديه نفس الهيبه ونفس القيمه مثل حضور لوفي، وشفنا زورو في النهايه بانه اكيد راح يكون لديه رده فعل، وراح نتكلم حول هذا الموضوع بعد قليل. لكن قلنا بان ياسو تكلم حول النهايه، حول الامنيه الاخيره، قوموا باسقاطهم، وايضا ترك شيء اخر لكي يفيد به التحالفات، لم يتوقف هنا، وقال بانه اعطاهم مكان اخر لكي يتجمعوا فيه بدل ذلك المكان الذي تم كشفه في تلك الورقه. يعني اعد خطه جديده وابلغ الكثير من الاشخاص المتواجدين هناك في السجن او قريبين من تلك المنطقه، وعندها سيلتقون بكيمون والبقيه والحلفاء ويتكلمون حول الخطه الجديده او الخطه البديله. يعني المعروف الذي قام به ياسو يعتبر اكبر معروف ممكن سيقوم به اي شخص على الاطلاق بالنسبه للحلفاء. قوموا بتغطيه اعين الاطفال، لانه اخر دايمي وقام بخدمه عشيره كوزوكي ذلك المغفل من منطقه او بلده ايبيسو سيقوم الان بشق طريقه نحو العالم الاخر، لذلك دعونا كلنا نغني هير وي جو هير وي جو. اذهبوا مباشره الى اونيغاشيما، قوموا بتحقيق انتقامكم الى النهايه، او قوموا برؤيه الانتقام الى النهايه، ساقوم بانتظار الاخبار الجيده من الجانب الاخر. وبعدها مات ياسو وهو يرى ابنته توكو تجري من اجله ويقول سامحيني ابنتي سامحي اباك. راح حرفين هذه اللقطه ممكن من اتعس اللقطات في اركوانا، او ممكن من اتعسها في عالم ون بيس، لانه اودا وكيفيه تصويره لهذا المشهد قام بالابداع، قام بالابداع، واودا مره اخرى تفوق على نفسه. اي صحيح ربما غطيت كلام ياسو بشكل سطحي لما تعمق فيه بشكل كبير جدا، لكن صدقوني لا يستحق كل ذلك التعمق. ما قام به من اعمال
أعمال بطولية كلها توضحت في كلامه. قام بحماية الحلفاء، قام بحماية هيوري ليوكو موراساكي، وقام بجعل الشوغن أوروتشي في موقف صعب. وإضافة إلى حماية الحلفاء أعطاهم مكان آخر للتجمع من أجل التخطيط لحرب أخرى من أجل تحقيق الانتقام. كل ما يهمه هو الانتقام من أجل أودن، من أجل عشيرة الكوزوكي، وإرجاع الحكم إلى عشيرة كوزوكي اللي هو اللورد مومونوسكي، وأيضا في النهاية أن يقوم بإسقاط كايدو الذي بقي على رأس هذه المملكة لمدة 20 سنة. وكما قلت لكم والله ما يحتاج لكلام، كل ما قام به ياسو يجب أن تقرأه فقط وتشاهد وتستمتع. وأودا مرة أخرى كما قلت لكم يتفوق على نفسه. ممكن تعتقدون بأن المأساوية أو الحزن كله انتهى في هذه اللحظة، لا، أكثر شيء مأساوي جاء بعد هذه الصفحة اللي هي في آخر صفحة في هذا الفصل. الجميع يضحك، صدقوني يضحك أن ياسو قد مات. الأمر غريب جدا، لماذا يضحكون لأن ياسو قد مات؟ زورو أيضا مستغرب، يقوم بالصراخ عليهم، لماذا تضحكون؟ الرجل ميت، لماذا تضحكون؟ هيوري بعدها كانت تبكي على صدر زورو وتقول له فعليا بأنهم يبكون لأنهم جردوا من مشاعرهم، لا يستطيعون فعل أي شيء، سواء كانوا سعيدين، فرحين، مكتئبين أو في حزن عميق جدا، لا يستطيعون فعل أي شيء سوى الضحك. الشوغن أوروتشي وكذلك كايدو جاءوا بالكثير من الأمور المأساوية إلى هذا المكان، ومن بينها إعطائنا فواكه سمايل لكي يجردوا من مشاعرهم، لكي يكونوا قادرين فقط على الضحك. هم حالين يبكون، هم حالين يحترقون في حرقة كبيرة جدا، لكن لا يستطيعون فعل أي شيء، هم فقط قادرين على الضحك. حرفيا لا تعليق، والله العظيم لا تعليق على هذا الفصل، ولا تعليق على كل الأحداث التي كانت فيه. شيء واحد فقط ممكن أضيفه في هذا الفصل أو توقع قادم للمستقبل، بأن زورو لن يسكت. زورو لن يسكت وسيتحرك. لا تقول لي كيف سيتحرك، ماذا سيفعل، أنا غير مهتم، المهم بأن زورو سيتحرك. لو كان لوفي في ذلك المكان أكيد سيفعل شيء، لأنه لن يخضع للشوغن ولن يخضع لأتباع الشوغن، وأكيد ياسو سيكون صديقه وسيؤثر فيه، مثل ما لوفي حاليا عنده صديق اللي هو العجوز هيو. فزورو كان عنده صديق اللي هو ياسو الذي قام بحمايته واستضافته في بلدة إيبيسو، الشعب الذي أعطاه الماء هو لا يمتلك أصلا ما يشربه. أكيد زورو سيكون لديه ولو مشاعر بسيطة بالنسبة لهذا الشعب، خاصة بأن هيوري تبكي، أوتوكو تبكي. لو نتكلم على أوتوكو صراحة وهي تجري والدموع في عينيها وهي تضحك، رغم لا يوجد أي شيء أقسى من هذا بأنك غير قادر على البكاء وقاعد تضحك وأبيك مصلب أمامك وسيموت، يطلقون عليه بالطلقات وفي النهاية يموت أمام أعينك. صراحة ماني حاب أتكلم أكثر وأكثر حول هذا الفصل، لكن الفصل كان عظيم جدا جدا يا أودا، وأحييك على هذا الفصل. شيء واحد فقط أتمناه وأتمنى 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 أنه يحدث مستقبلا قتال زورو ضد الشوغن. أي صح شوغن ضعيف، شوغن جبان، ليس من قيمة زورو، زورو لازم يقاتل كينج، يقاتل أي شخصية أخرى، لكن أتمنى أشوف زورو ضد الشوغن وأشوف ممكن زورو يعذب الشوغن، يعذبه حرفيا في القتال. ممكن حتى زورو يهاجم الشوغن في الفصل القادم لأن الشوغن قريب منه. المهم يفعل أي شيء زورو، المهم لا أريد من زورو أن يسكت، هذا فقط ما أريده، لا أكثر ولا أقل. عليكم كذا فيديو اليوم، وكانت هذه مراجعة الفصل 942، أو خلينا نقول انطباعي بشكل أكبر حول الفصل 942 اللي كان فصل عظيم كما قلت لكم. أتمنى فعليا أن الفيديو قد عجبكم والمراجعة قد عجبتكم. إذا عجبك الفيديو لا تنسوا باللايك، الاشتراك، نشر المقطع، كل شيء يدعم القناة. خلونا نوصل 100,000 مشترك قبل نهاية شهر رمضان. إذا ما شفت فيديوهات سابقة على قناتي ادخل تفرج واستمتع. كان معكم اليوم أليون كورايد، سلام.